السلام عليكم. بشكر أخوات المناضلات على بلوى قيمة. فقط نريد أن نعرف السؤال المطروح، وهو كيف نشجع المرأة خصوصا في الجهة الشرقية، المرأة في الجهة الشرقية في ممارسة السياسة، علما أن الجهة الشرقية لا زالت تحت تأثير العقول المهيمنة والعقول المتحجرة، لا بالنسبة للرجال ولا بالنسبة لبعض النساء. وما لاحظت أنا شخصيا النساء في الجهة الشرقية شرائح، كاين النساء مثلا العقول يعني من الستينات إلى الثمانينات، هناك نساء أساتذة ومعلمات، يعني لازمنا تحت تأثير فكر الرجال، يعني فقط تفكيرها فقط منظم فقط لتربية الأبناء، رغم أنها وصلت إلى يعني أماكن مهمة، تربية الأبناء، تدبير البيت، تدبير مثلا مسائل أخرى خاصة بأبنائها. بالنسبة لشرائح أخرى يعني من السبعينات إلى التسعينات، هناك شرائح مهمة، وهذه الشرائح يعني هؤلاء النساء اللواتي قد درسنا في الجامعات، يعني كانت هناك جامعات قد فتحت أبوابها، ولكن هؤلاء النساء يعني انصبت تفكيرهن فقط حول الدراسة، بعد ذلك العمل، يعني البحث عن العمل، بعد ذلك أيضا فتح بيوت. وفي بالنسبة لسنوات التسعينات إلى الألفينات، خصوصا نعلم أن الأزمة كانت أزمة في المغرب، يعني توظيف كان ليس مجالا لهؤلاء النساء التوظيف، فظلنا يفكرن فقط في كيفية العيش، كيفية العيش، رغم أن حصلنا على إجازات وحصلنا على رواتب مهمة. يعني كانت هناك أزمة، كان هناك بطالة لا بالنسبة للرجال ولا للنساء، فهؤلاء النساء مثلا كان تفكيرهم فقط حول العيش، ولو حتى في الدخول إلى المراكز الخصوصية أو الوظيفة الخصوصية، فظل تفكيرهم متحجرا رغم الدراسات التي رغم الدراسات التي قامت. هناك سؤال آخر، يعني الثقافة السياسية غائبة عند النساء في الجهة الشرقية، وشكرا.